بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل رب زدني علما، اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. خلصنا في المرة اللي فاتت أو في الفيديو اللي فات، خلصنا الإنترفيس بتاع 220 فولت مع المايكرو كنترولر. عرفنا فيه كذا حاجة مهمة. أول حاجة عرفنا يعني إيه ريلي، عرفنا إن أنا بوصل دايود مع الإندكتيف لود، عرفنا يعني إيه ترانزستور أز سويتش، وشفنا الدايرة وعرفنا نوع الترانزستور اللي احنا هنشتغل عليه ان شاء الله. فاضل معانا بقى ان احنا نخش على دايره الباور سبلاي، اللي هي الدايره اللي قلنا بنستخدمها عشان خاطر تحول لي من جهد اكتر من 5 فولت الى جهد 5 فولت ثابت عشان اتعامل بيه مع المايكرو كنترولر. وطبعا ادينا امثله على الجهد اللي هو بيكون اكتر من 5 فولت، زي مثلا الادابتور اللي احنا الادابتور والشواحن والبطاريه 9 فولت، الحاجات اللي احنا شفناها المره اللي فاتت او اللي احنا شفناها في الفيديوهات بتاعت الهاردوير. اتمنى الناس تبقى تبص عليها وترجع لها. في اي سي عندنا دوت هو الجزء الاساسي في الدايره اللي بستخدمها عشان خاطر تحول لي الجهد دي. الاي سي دوت هو رقمه 7805، بيبقى بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. طريقه توصيله ازاي؟ طريقه توصيله ان انا بوصل الجهد اللي هو اكبر من 5 فولت، بوصله على الطرفين دول، ادي الطرف وادي طرف، بحيث ان دوت هو الجراوند بتاعي، وباخد الخارج بتاعي من على الجراوند والاوتبوت ده. اذا الخارج بتاعي هيكون من على النقطه ديت مع النقطه دي، والدخل بتاعي هيكون النقطه ديت مع النقطه دي. طب كده الاي سي هل بوصله كده على طول في الدايره واحط الانبوت والاوت بتاخده وخلاص على كده؟ لا، بتحط معاه مكثفين، مكثف على الانبوت بنفس الطريقه اللي احنا شايفينها ديت. ادي الاي سي، وادي الثلاث اطراف بتوعه اللي هم 1 2 3، اللي هم برده هنا 1 2 3. بوصل معاه مكثف زي ما احنا شايفين بالطريقه دي، ومكثف في الانبوت ومكثف فين؟ في الاوت بوت. المكثفين قيمهم مثلا ممكن تكون 10 مايكرو فراد، 100 مايكرو فراد، زي ما احنا شايفين كده. هو هنا عاملهم 22 مايكرو فراد، وهنا واحد من 10 مايكرو فراد. ممكن تخليهم انت الاثنين 10 مايكرو فراد. الجزء دوت هو عباره عن انديكيتور. انديكيتور يعني ايه؟ يعني لما يكون هنا الدايره متوصله، السويتش ده مقفول، هي اللي دوت هيجي يوضح لك ان في ان الدايره شغاله. ممكن تحط الجزء دوت، ممكن ما تحطوش، بس الافضل انك تحطه بحيث انك تبقى عارف المصدر بتاعك متوصل ولا لا. الدايت دوت برضو ممكن الناس تحطه، ممكن ما يحطوش عادي جدا، بس من الافضل ان هو يتحط عشان يخلي التيار يمر في اتجاه واحد. وهي دي دايره الباور سبلاي، وهي هنفذها عملي بنفس زي ما هي موجوده كده بالظبط. وكده يبقى احنا خلصنا دايره الباور سبلاي. في تاني المفروض احنا نخش فيه كده، فاضل معانا ان احنا نخش في الديترمينيشن اوف داتا دايركشن. ايه الديترمينيشن اوف داتا دايركشن ده؟ اللي احنا قلناه قبل كده، قلنا ان احنا نخلي بن من بنات المايكرو كنترولر يشتغل كانبوت او يشتغل كاوتبوت بناء على امر معين، هو ده اللي المفروض ان احنا نعرفه، اللي هو الامر دوت هو المفروض ان احنا نعرفه. فان شاء الله ناجل الديترمينيشن اوف داتا دايركشن دوت لفيديو خاص بيها، واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو دوت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.